واحنا بنشرح المناسك محدش يقطعنا. يا ام محمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا ست ام محمد. أنا عاوزة أستشير حضرتك في استشارة كده دينية. أولا اتفضلي. بنت زميلة ليا اتجوزت من حوالي 3 شهور. بنت زميلتك يعني؟ اكتشفت بنت زميلتك إن زوجها غير طبيعي، غير سوي، في نفس الوقت ما بصرفش عليها و... يا أم محمد ثواني بس، ثواني. غير سوي يعني بيشخر وهو نايم مثلا؟ لا لا، يعني أفعاله مهما تتكلم معاه لا يدرك الكلام، ما بصرفش. استني يا أم محمد. أيوه يا أم محمد الله يسترك. أيوه غير سوي دي اللي أنا فهمها إنه عبيط. أيوه هو عبيط؟ آه. طيب خطبها؟ هو خطبها ما عادش شهرين، وخلال الشهرين ما اكتشفتش إنه عبيط وبيريل كده وبيبهدل هدومه؟ لا. طب هو غني؟ لا. يعني واخداه عبيط وفقير؟ طب واخداه ليه؟ خدنا والله علشان نتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام. استحالة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي اتجوزي واحد عبيط أو فقير. سيدنا النبي على فكرة كان يتعوذ من الفقر. في نفس الوقت ما يصرفش، واكتشفنا إن له أخين أو ثلاثة زيه كده. والمطلوب؟ فالوقت هي حصل إنها حملت منه. حلو. وخايفين ان يكون الجنين يطلع زي مش هنسقطه وعنته. مش هنسقط الجنين. اه هيجي الجنين برزقه حلو وحش. هكلمك في حته الجنين دي يا ام محمد، اقفلي عشان أقول. هو لسه شهرين يعني. وليكن وليكن، اقفلي معايا يا ام محمد. هقول لك، اسمعيني يا ام محمد. اللهم صل على رسول الله. الحالات اللي يجوز فيها اجهاض الجنين، اولا ان يكون الجنين ما وصلش 4 شهور، بس بشرط، لان 4 شهور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احدكم يجمع خلقه في رحم امه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك يعني كده 120 يوم، 4 شهور، فينفخ فيه الروح. سبحان الله العظيم، في ال4 شهور بيكون الجهاز العصبي اتكون. الطب بقى يقول لك في ال4 شهور، بعد ال4 شهور بيكون الجهاز العصبي للجنين اتكون، فيبتدي الولد يرفص، تقول له شوف يا مش عارف مين ابنك بيرفص في بطني، انا عايزه فراوله. انا يا ستي ما فيش فراوله دلوقتي. لا، ابنك اللي عايز هو ده. فالعلماء قالوا اذا كان ما قبل ال4 اشهر ويؤثر على حياه المراه، او به خلل صحي مش عقلي، خلل صحي يجوز. طيب هي بتقول لي انا خايفه ان الولد يطلع عبيط. ما يطلع عبيط، ده من باب رحمات ربنا سبحانه وتعالى. انا اعرف بيوت كامله، حضراتكم عارفين الاطفال الجمال، ربنا يحميهم يا رب، المنغوليين او عندهم متلازمه داروين او التوحد او ما الى ذلك، بيوت كامله البركه في البيت بسبب هؤلاء. احنا مش هننقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لا ده عاجبنا وده مش عاجبنا. في ناس بتتمنى، انا اعرف ناس بتتمنى تولد، بس يعني تولد اي حاجة. فبلاش الفكر ده، لا مش هنسقط الجنين وهيفضل زي بالظبط اللي اتخانقت مع جوزها وهتطلق واتطلقت، وتقول لك ايه انا عاقبته بان انا سقطت الجنين. جدع يا اختي، عليك دية وعليك ذنب، عليك دية. دية الجنين عشر دية الصحيح، يعني لو الصحيح ديته 1,000,000 جنيه، الجنين يدفع 100,000 جنيه وما تورثي فيه. تخيلوا، ده شرع الحفاظ على الحياة. وبعدين نيجي نعيب على الجماعات الإرهابية. ايه الفرق بيننا وبين الجماعات الإرهابية؟ الجماعات الإرهابية بتقتل أرواح واحنا بنقتل الروح اهو. لا، بقول لكل واحدة متخانقة مع جوزها، جوزها مغضبها وسايبها عند أبوها وأمها وحامل، وتقول لا هسقط الجنين، مش من حقك. وإذا فعلت ذلك عن عمد فأنت آثمة وعليك الدية وشهرين صيام توبة إلى الله. اللهم فقهنا وعلمنا ما يحفظ ديننا. معاكي مين يا ست؟